بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من حلقات كرسي الحديث والمصطلح، التي تنتظم ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وترعاها وتنتجها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. باسمكم جميعا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أرحب بضيف الكرسي الدائم فضيلة شيخنا المفضال محمد موسى والعبد الرحمن. مرحبا وأهلا وسهلا بكم شيخنا. سنواصل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة في شرح مصطلح الحديث على نوم الدرر للعلامة بشرح ألفية السيوطي، وستكون البداية بإذن الله تعالى من المرسل. قال الناظم: المرسل المرفوع للتابع، المرسل المرفوع للتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا، أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر، نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري وإن مشى مع حافظ يجاري، وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفا، ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة، والذي رآه لا مميزا لا تحتذي. وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقطع أو مرسل، كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم، ورجل من الصحاب وأبى الصير في معنعنا وليجتبى، وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال، وقيل عكسه وقيل الأكثر، وقيل قدم أحفوا والأشهر، عليه لا يقدح هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي، وإن يكن من واحد تعارضا فاحكم له في المرتضى بما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم في هذا الكتاب أن شروط قبول الحديث منها أن يتصل إسناده، يكون إسناده متصلا، وضد الاتصال أوجه يمكن أن تصنف إلى صنفين: انقطاع واضح وانقطاع خفي، أو إرسال واضح وإرسال خفي، و الإرسال أو الانقطاع الواضح قدم منه المعضل والمنقطع وأظن المعلق. فهذه كلها مصطلحات خاصة في بعض الانقطاعات التي في الإسناد. تقدم أن المنقطع هو ما سقط منه واحد في وسط الإسناد، لا في بدايته ولا في آخره، أو اثنان ليسا متواليين، وأن الإعضال هو إسقاط راويين اثنين متواليين في الإسناد، والتعليق سقوط أول الإسناد، سقوط راوي أو أكثر من أول الإسناد، وبقية سيأتي، وبقي من هذه الأنواع من الإرسال الواضح
إذا كان الانقطاع بإسناد من آخره، وهذا ما يسمى المرسل. ولكن المرسل عند المحدثين أخص، فهو ما رفعه التابعي، ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير ذاكر للواسطة بينه وبينه. نعم، هذا هو المرسل، سواء كان ذلك التابعي كبيرا كسعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وعبيد الله بن عدي بن الخيار وأضرابهم من كبار التابعين، أو كان صغيرا كالزهري ويحيى بن سعيد بن قيس وأبي إسحاق السبيعي وقتادة ونحوهم من صغار التابعين، أو من كان من أواسط التابعين كمحمد بن سيرين ونحوه. نعم. إذن ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل. نعم، هذا هو التعريف الأشهر. نعم، قرأ النظم. المرسل المرفوع للتابعي. المرفوع للتابعي معناه ما رفعه التابعي، ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الواسطة بينه، وهذا تعريفه أدق مما لو قيل ما سقطه منه الصحابي، لأنه إذا رفع التابعي حديثا فلا ندري هل الساقط صحابي فقط أو صحابي معه صحابي آخر أو تابعي آخر. نعم، وهذا هو وجه التضعيف من ضعف المرسلة، أن في احتمال أن يكون سقط منه صحابي ومعه تابعي، والصحابي لا تضر جهالته ولكن التابعي تضر جهالته. نعم. أو ذي كبر. أو ذي كبر معناها أو هو يختص بما ما رفعه التابعي الكبير، وما ما رفعه التابعي الصغير كمحمد بن مسلم الزهري ونحوه هذا لا يسمى على هذا المذهب مرسلا. مرسلا. أو نعم. سقط راو قد حكوا، هذا اصطلاح عام قد يطلقونه على أي إسقاط في الإسناد، أرسله فلان وأسنده فلان وواصله فلان، سواء كان في وسط الإسناد، هذا استعمال كثير عندهم. نعم. إذن تلخص أن المرسل له ثلاث حالات، والله يختلف من تعريف إلى آخر. نعم، فيه خلاف تعريفه. الأول أطلقوا أن المرسل كل ما رفعه التابعي مطلقا، سواء كان التابعي كبير أم صغير أم متوسط. الثاني، الطائفة الثانية حددوا المرسل بأنه ما رفعه التابعي الكبير، ولذلك قال أو ذي كبار. الطائفة الثالثة قالوا ما سقط منه التابعي، ما سقط منه راوي، أي ما سقط منه راوي مطلقا، سواء كان في الوسط أو في النهاية. نعم. أشهر الأول، أشهر هذه التعريف الأول، وهو أنه ما رفعه التابعي مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا. نعم، وأنه يختص بذلك. نعم. ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة. هل يحتج بالمرسل؟ الأئمة الثلاثة ما عدا الشافعي في الروايات المشهورة عنهم الاحتجاج بالمرسل. نعم. العدل إياه أسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه أنه يثق بهذا، ولو لم يكن يثق به لما أسقط، هكذا قالوا. ويضاف إلى ذلك أيضا قلة الكذب في تلك العصور المزكاة، فلهذا قيل إنهم إنما يقبلون المرسل إذا كان في تلك العصور، العصور المزكاة، لأن صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي هم اللي يلونهم خير القرون، هم يفشوا الكذب، هذه رواية أخرى فيها هم يفشوا الكذب. نعم. الحديث مرويا عن عمر بن الخطاب من عدة أوجه، من عدة طرق، فيها اضطراب، رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن حبان، والترمذي صححه واستغربه وقال صحيح غريب. محله إنهم بعضهم قالوا إن هذا إنما هو حيث كان الكذب نادرا غير فاشن كما في العصور الأخيرة، إن هذا هو محل استشهاد الأئمة إذا كان في القرون المزكى، هو اللي يقبله هؤلاء،
قيل إن يكون من قرون الخرد كما قال السيوطي في الكوكب السابع. ورده الأقوى وقول الأكثري كالشافعي وأهل علم الخبري نعم به يحتج إن يعتضدي بمرسل آخر أو بمسند. أكثر المحدثين يردون المرسل لا يحتجون به لا يعتضد. هو قول أكثر. قال ورده الأقوى. هو من الأئمة الأربعة الفقهاء الشافعي. نعم. ورده الأقوى وقول الأكثري كالشافعي وأهل علم الخبرين عن به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند. بحديث آخر مرسل أرسله من يروي عن غير رجال الأول. فهذا تكون الحجة مجموع الدليل. فالحجة المجموع للمنفرد. أو قول صاحبي أو قول صاحبي يا وافق المرسل قول صاحبي كحديث كمرسل سعيد بن المسيب في النهي عن بيع الحيوان باللحم فإن هذا يوافق قول أبي بكر رضي الله عنه. ومرسل سعيد بن المسيب بالخصوص قيل إن الشافعي يحتج به مطلقا. نعم. نعم. أو الجمهور أو وافق قول الجمهور جمهور أهل العلم أنه يحتج به حينئذ. أو قيس أو قياس إذا وافق قياسا كحديث قولي صلاة جامعة في العيد فإنه حديث مرسل مرسلات الزهري ومرسلات الزهري ليست قوية ولكن في ثبت ذلك في الكسوف فليقاس عليه هذا عضده قياس. ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري وإن مشى مع حافظ يجاري. ومن شروط من يقول بالاحتجاج بالمرسل إذا عضد بهذه بأحد هذه المعضدات هي أن يكون من مراسل كبار التابعين كهؤلاء الذين قد مثلت بهم. عبيد الله بن عدي بن الخيار هذا من كبار التابعين بل عده بعضهم في الصحابة لأن أباه قتل يوم بدر ويوم فتح مكة من قتل أبوه يوم بدر معناه أنه قد ولد بعد ذلك أو قبل ذلك بدر في السنة الثانية والفتح في السنة الثامنة والتاسعة هو يكون حينئذ مميزا ويذكر في الصحابة وبعضهم عده بالتابعين. نعم. لم تصح عنه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن عدي بن الخيار وغيرهم كبار التابعين سعيد بن المسيب. قال وإن مشى مع حافظ يجاري أبو رافع الصائغ السويد بن غفلة هؤلاء من كبار التابعين وسيعقد المصنف كغيره فصلا للتابعين لمعرفة التابعين وقبله معرفة الصحابة. قال أو كون الذي أرسل من كباري وإن مشى مع حافظ يجاري مع حافظ يجاري معناه إذا قورنت روايته برواية الحفاظ توافقها وتنقص عنها لا تزيد عليها هذا مما يعتبر به حفظ الحافظ. إذا قورنت روايته اعتبرت روايته مع رواية الضابطين نعم جاءت موافقة لها أو ناقصة عنها لا زائدة هذا ما يعضد الاحتجاج هذا ما يشترى ما قيل إنه بشرط الاعتضاد المرسل عند من نعم. يحتج به بشرط الاعتضاد نعم. وليس من شيوخه من ضعف كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء ولا يكون المرسل من شيوخه من ضعف نعم
الشيوخ التابعين يقل فيهم الضعف. كنهي بيع اللحم بالأصل وذا. كنهي بيع اللحم، بيع الحيوان باللحم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلي هو المرسلات سعيد بن المسيب ذكره مالك في الموطأ، واتفقوا أو شبهون يكون اتفقوا على العمل به، لكن مع تفاصيل في الفقه المقصود بذلك، هل الجنس هل هو لابد أن يكون من جنسه وما الإجناس، وهذا محل خلاف بين الفقهاء. نعم. عند مالك كما هو معروف لا يختص بالجنس، أن بيع الحيوان باللحم إنما يمتنع إذا كان من جنسه. نعم. اللحوم عند مالك ثلاثة إجناس، لحوم ذوات الأربع جنس، ودواب الماء جنس، والطيور جنس. نعم. فإنما يحرم بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنسه. قد فصل العلامة أدى رحمه الله في ذلك. نعم، وفصله الخليل. ماذا قال؟ ماذا قال ابن القاسم العتقي؟ منع بيع شاقني لحم قعش بعيد، قعش بعيد من ذاك حتى. نعم والله. وفسد من يجن عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه. نعم. أو بما لا تطول حياته، أو لا منفعة به إلا اللحم كخصيبة. شيخنا خليل قال: وليس من شيوخه من ضعفا كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء، ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كبره ثم اتضح. أما مراسل الصحابة كأن يروي صحابي قصة لم يحضرها كابن مسعود ابن عباس وعائشة ونحوهم من صغار الصحابة يرون أمورا لم يصرحوا النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بها، كحديث بدء الوحي الذي رويته عائشة وهي حين لم تولد بعده، فهذا مرسل صحيح. وغير ذلك مراسل الصحابة حكمها حكم الاتصال، لأن غالب روايتهم إنما هي عن الصحابة، وروايتهم عن التابعين قليل. كسامع في كبره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة، والذي رآه كما أن من، وهذا قليل جدا، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في كفره ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مرسله مقبول. نعم. وقولهم عن رجل متصل لا يكون هذا مرسل إلا بتعريف، فهذا إطلاق المرسل، إطلاق تعريف المرسل أنه ما رفعه التابعي يشمله، منه هو تابع وليس له حكم الصحابة، ولكن من جهة أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهذا ليس من قطع. وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقطع أو مرسل، كذلك بالأرجح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى متسم. إذا قال الراوي حدثنا فلان عن رجل، قال بعضهم هذا مرسل، قال بعضهم لا، هذا متصل في إسناده مجهول، وهو أحسن من المرسل، لأن المرسل لأن هذا قد عرفت أن الساقط واسطة واحدة، والمرسل لا تعرف كم سقط، هذا من جهة، لكن من جهة أخرى إذا كان قد يحتمل أن الساقط هو صحابي فقط، والصحابي لا تضر جهالته. نعم. إذن فهذا ما مرسل. وقولهم عن رجل متصل. متصل ولكن في إسناده مجهول. نعم. هذا متصل منقطع. وعلى كل فهو ضعيف عندهم. هو ضعيف. سواء حتى. فلنسميه منقطعا أو نسميه في إسناده مجهول. مرسل. لأن الجهالة مما. الجهالة لابد في الراوي من أن يكون معروفا أنه عدل ضابط، وإذا جهلناه فلم يتحقق اتصافه بعدالة والضبط. إذن هو على ثلاث مراتب، هذا الإسناد الذي هذا الحديث الذي روي عن رجل، إذا قال الصحابي مثلا رويت كذا عن رجل، إما متصل في نعم، هذا في تسميته أقوال، في تسميته في تسميته ثلاث أقوال، متصل
متصلهم لكن قل معها في إسناده مجهول، متصلون في إسناده مجهول أو منقطعون أو مرسلون. نعم. ذاك بالأرجح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم. كذاك بالأرجح كتب لم يسم حاملها، الكتب التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق، إلى الملوك يعني. أو القبائل، هي فيها منها ما هو في القبائل، هذا أيضا الأصح أنه مرسل. كتبه إلى الملوك الغالب أن تكون معروف من حملها، لكن كتب إلى القبائل ربما لا يعرف، كحديث عبد الله بن عكيم الجهني أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من أتى به، هذا في حكم المرسل على الأصح. أو ليس يدرى ما اتسم، قرأ الشرح من فهم، قال أو ليس لم يسم حاملها ولم يوصف ولم ينسب للجهل ولم يدرى، ليس يدرى ما اتسم أي الذي اتصف به من روي عنه. فالراوي إذا سمي إذا سمى الأصل باسم الله يعرف به فهو كالمرسل. مثل المجهول إذا سمي باسم الله يعرف، فهذا يعني إذا سمى الراوي حامل الرسالة أو الكتاب باسم الله يعرف به، هذا كالمرسل، هذا كالمرسل في الجهالة، مثل رجل عن رجل. ذلك ورجل من الصحاب وأبى الصير فيهم عنعنا وليجتبى، ورجل من الصحابي. نعم. اقرأ من المرسل قبل هذا. قال كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها وليس يدرى من قبل ذلك. من قبل ذلك. وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقطع أو مرسل، كذاك في الأرجاح كتب لم يسم حاملها. كذاك في الأرجاح كتب لم يسم. اقرأ عن كذاك في الأرجاح ماذا قال؟ قال كذاك في الأرجح، كذاك من المرسل أيضا في الأرجح كتب، أي كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم. هو واصل إلى أنت الولد اللي حقر. ورجل من الصحاب وأباء صير فيهم عنعنا وليجتبى، وكذا من المرسل في الأرجح. أنا هذا الكتاب ما قرأته، إنما قرأته في العراق. نعم نعم. إذا سهوت عن المراجعة تحليل النص ربما لا. قال وكذا من المرسل إذا قال رجل من التابعين، من التابعين حدثني رجل من الصحابي ولم يسمه، فالبيهقي يجعله مرسلا ومراده مجرد التسمية، وإلا فهو حجة كمراسيل الصحابة. نعم. روى البخاري عن الحميدي عن رجل من النبي من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا صح، أنه بعضهم أطلق عليه الإرسال، ولكن من ناحية الحجة هو حجة عند الأكثر لأن صاحبه كلهم عدول. نعم. نعم. قال وأبى الصير في وأبى الصير في معنعن وليجتبى. وأبى الصير في الصير في من الشافعية. نعم. وأبى أبو بكر الصير في من الشافعية معنعن، أي قبول ما روي به عن وما أشبه ذلك مما لم يصرح به في السماع لاحتمال أنه روي عن تابعين، عن تابعين، فإن صرح بالسماع فهو صحيح لأن الصحابة كلهم عدول. وليجتبى أي وليختر هذا التفصيل فهو حسن متجه، وكلام من أطلق قبوله محمول عليه، وقد توقف في ذلك الحافظ ابن حجر لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنته عن السماع. إذا قال التابعي عن فلان هذا كثير فالإحمل على الاتصال، إذا لم يكن هذا التابعي ممن يكثر منه الاستدريس. قال وقدم الرفع كالاتصال من ثقة الوقف والإرسال. يختلف الرواة في الحديث، منهم من وصله ومنهم من أرسله، منهم من رواه اتصال الإسناد ومنهم من رواه بالانقطاع، فأيهما نقدم أيهما نرجع في ذلك أقوال. نعم. أن يقدم أن نقدم الرفع كالاتصال، الرفع والاتصال، لأن كل منهما زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة تقبل. نعم. أو
نرجح الإرسال والوقف لأن هذا من قبيل شرحي والشرح مقدم على التعديل. أو وقولان آخران يجمعهما الترجيح وهما أن نقدم الأكثر أو الأحفظ. وهذا القول قول بتقديم الأحفاظ أو الأكثر هو الذي يدل عليه تصرف الحفاظ كالبهق كدار القطنية وغيره أنهم لا يلتزمون شيئا واحدا وإنما تارة يقولون المرسل هو الأرجع تارة موقوف غيره. إذن سنتوقف هنا إلى حلقة قادمة إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين والمستمعين، بمختتم هذه الحلقة لم يبق لنا إلا أن نشكر باسمكم شيخنا المفضال محمد موسى العبد الرحمن على ما تقدم به من شرح واف وجيد، كما أشكر باسمكم الطاقم الفني الذي واكبنا في إعداد هذه الحلقة بالتنسيق حمود السيدبونة، وفي الأجهزة الفنية الشيخ بتار الكويري. وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر، لكم تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.